مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه والترحيب في هذه الانطلاقه وانطلاقه شوطنا الثاني عشر، شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه الانطلاقه ونتابع هذه المسيره مشاهدينا الكرام، ونذهب مباشره مع اول المراكز. هنا الناوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حصين النعيمي من يتابع في عملية التضمير هنا على أول المراكز. ثاني المراكز يتواجد الريال لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني، مسفر بن علي بن عبيد السناري يتابع في عملية التضمير. بينما ثالث المراكز يصل مترجم لهجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، ورابع المراكز من الجانب الآخر الذيب لسعادة الشيخ جاسم بن خليفة بن جاسم بن محمد الثاني، جابر بن علي بن جابر بن معيقل من يتابع في عملية التضمير. خامس الأسماء معاند لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. هكذا النداء متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط. تعود إلى البداية هناك ومجريات الصدارة وانطلاقة البداية هناك مع الناوي. الناوي على الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد المكتوم فهد بن حصين النعيمي يتابع في عملية التضمير هنا على أول المراكز. ثاني المراكز هنا مترجم لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية القادم والمتواجد مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء من الجانب الاخر الذيب لسعاده الشيخ جاسم بن خليفه بن جاسم بن محمد الثاني، جابر بن علي بن جابر بن معيقل من يتابع في التضمير. رابع المراكز الريان لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني، مسفر بن علي بن عبيد السناري القادم والمتواجد في هذه اللحظات. وخامس الأسماء مشاهدينا الكرام، متابع القادم هنا مبلش لصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود هادي بن سالم بن قطامي من يتابع في عملية التضمير. ومعزم هنا يصل لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد بن هادي الجربوع المري يتابع في التضمير. الله الأسماء، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط مع الكيلومتر الأخير. افتتحنا أبوابه في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، أتابع البداية أتابع الصدارة مع الناوي. الناوي له علنية. الناوي هنا من يتواجد على أول المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حصين النعيمي يتابع في عملية التضمير. ولكن الأسماء هنا من غير مشاهدين الكرام، من غير على الصدارة. مبلش هنا يغير، ينطلق مع أول المراكز لصاحب السمو الامير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز ال سعود هادي بن سالم بن محمد بن قطامي من يتابعه في التضمير. هنا مبلش على الصداره، مبلش يغادر، ومعزم قادم لسعاده الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد بن هادي المري. الله يا مبلش ومعزم. معزم ومبلش انطلاق ثنائي مشاهدينا الكرام، ولكن معزم قادم هنا مع هذه اللحظات. مبلش على الصداره، معزم يغير معزم الى مقدمه الشوط. معزم لسعاده الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني ينتزع ناموسي هذا الشوط بمتابعه محمد او حمد بن محمد بن هادي الدهني يتابعه في عمليه التضمير. من يظفر بناموسي هذا الشوط هانينا والناموس ثاني المراكز. وصل مبلش لصاحب السمو الامير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز ال سعود ثالثا، وصل الناوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم رابع المراكز، وصل مترجم لهجن الشحانيه. وخامسا كان التواجد من الشقب لسعاده الشيخ فهد بن حسن بن عبد الرحمن
الثاني. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول معزم إلى خط النهاية. نتابع أيضا الإعادة هنا وقناة ريان أيضا هنا مع أيضا لحظات وصول معزم وتوقيته الزمني كما تشاهدون متابعينا الكرام على شاشة قناة ريان. هنا لحظات الوصول وأيضا ناموس مع معزم بأربع دقائق 25 ثانية، ستة أجزاء من الثاني تالينا، والناموس لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني، والثانية لحمد بن محمد بن هادي المري. ثاني المراكز وصل مبلش بأربع دقائق 25 ثانية، تسعة أجزاء من الثاني تالينا، والناموس لصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والثانية لهادي سالم بن محمد بن قطامي المري. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من الناوي بأربع دقائق 30 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، والتهنئة لفهد بن حصين النعيمي.